السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اسعد حال يا رب العالمين، وتكونوا يا رب كده كويسين دايما، وسنة سعيدة عليكم بالخير يا رب. احنا من الناس والنوع اللي احنا بناكلش فاكهة، بس انا النهاردة فكرت بقى وانا راجعة من الشغل، قلت اعمل حاجة. ايه هي؟ جبت زي ما انتم شايفين كده، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، جبت فراولة وجبت تفاح وجبت موز وجبت هنا يوسف افندي وجبت برتقال، ماشي. قلت هعمل ايه؟ هعمل سلطه فواكه. احنا من النوع لو الفاكهه ما اتقشرتش واتحطت قدامك انا او جوزي او امي انسوا، ما تتاكلش وتفضل لحد ما تبوظ. مع بعضينا هنضف الفاكهه ونقطعها ونشوف الدنيا فيها ايه، وهوريكم تكات وحلاوة وجمال فيها كده ان شاء الله. يا رب كل الوصفة كل حاجة بعملها لكم تعجبكم ان شاء الله. يا رب كده يكون سنة سعيدة عليكم بالخير. مع بعض بقى اغسل اغسل الفاكهة وهوريكم بقى الدنيا فيها ايه، ماشي مع بعضينا. بصوا حبايبي، طبعا احنا نضفت الفاكهة وقطعتها وهوريها لكم دلوقتي. انا بعمل حاجة اذا طلعت حلوة هنزلها لكم، ما طلعتش حلوة مش هنزلها. بعمل تجربة كده، انا جبت 2 كيس اللي هو الجيلي اهو، اللي هو جيلي الفراولة، حطيت عليه كوبايتين، يعني على كل كيس كوبايتين مية، ماشي. هسيبه بقى ان هو ايه، ياخد الغلوة بتاعته، يغلي كويس قوي، خلاص، واسيبه يبرد، وبعدين احطه على الفاكهة، خلاص. وبعد كده بعد ما احطه على الفاكهة هصبه وهوريه لكم، بس هسيبه يبرد بس شوية مع بعضينا بقى، وهوريكم هنعمل ايه دلوقتي، ماشي. بصوا حبايبي، انا هنا خلاص قطعت هنا الفاكهه اهي، ماشي، قطعتها كلها، طبعا مش كلها، قطعت جزء منها كده اهو، خلاص. وحطيت عليها ليمونه كبيره على اساس ان انا حاطه تفاح وحاطه موز ما يبقاش اسمر يعني ويسود. مستنيه بقى الجيلي اللي هو هنا اللي انا عملته معاكم اهو، مستنيه الجيلي بس يبرد، وايه ونشوف الدنيا فيها ايه. يبرد واحطه عليه، وبعد كده هعبيه في الكوبايات دي والكاسات دي، ونشوف بقى الدنيا فيها ايه. بس الجيلي يبرد ونشوف، ماشي. خلينا مع بعضينا. بصوا حبايبي، هنا دلوقتي كده خلاص الجيلي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا كده خلاص يعني حطيناه عليه، هنقلبه كله مع بعض اهو. بصوا بقى جميل ازاي. هنعبيه بقى ونوريه لكم اما يتعبى، ونشوف بقى الطعم ونشوف كل حاجه، وهقول لكم مع بعضينا بقى ان شاء الله. حبايبي ايه رايكم؟ اديني عبيت اهو، عملت هنا 4 سلاطين، وعملت هنا الكوبايات ديت والكاسات دي، الحاجات اللي شكلها حلو. ايه رايكم؟ ان شاء الله بقى احطه في التلاجة كده، وده بقى بيجمد مع بعضه، والفاكهه كلها بتبقى جامده وبتبقى حاجه حلوه قوي، وبتبقى طعمها تحفه، وبجد بجد طعمها تحفه وجميله جدا جدا جدا. يا رب بقى تكون الوصفه دي عجبتكم، وتكون كل حاجه بعملها عجبتكم يا رب العالمين. وان شاء الله يا رب كده اشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين، وسنه سعيده عليكم بالخير، ويا رب يا رب تحققوا كل اللي نفسكم فيه. اشوفكم على خير يا رب، واشوفكم بقى السنه الجايه ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. والسلام عليكم بقى ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.